السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا قوم؟ شايفين الزحمة اللي ورايا دي؟ احنا النهاردة كان امبارح، بداية من امبارح والنهاردة وبكرة، هبعد شوية عشان الصوت. بداية من امبارح كان والنهاردة وبكرة ده الاجتماع السنوي لنقابة المهندسين هنا في ساسكاتشوان. الاجتماع بيكون هو الجمعية العمومية، بيتم انتخاب الرئيس الجديد لنقابة المهندسين للسنة الجاية، وفي نفس الوقت بيتم عرض القوانين الجديدة اللي هم عايزين يطبقوها في نقابة المهندسين، واحنا بنصوت عليها النهار بكرة. هنصوت على تعديل هيحصل، تعديل مهم هيهم، يعني هو هيهمك انت اللي جاي بكرة هنا ساسكاتون او ساسكاتشوان، لانه تعديل على طريقة تقديم الخبرة العملية بتاعتك كمهندس برا كندا. احنا دلوقتي في طريقة اللي هي الورق، بتعبي الورق وتمضيها من مديرك، واذا محتاج منتور هتمضيها من المنتور. الطريقة الجاية هتبقى كلها عن طريق الانترنت اونلاين، فهنصوت عليها بكرة احنا موافقين ولا لا. انا شفت الطريقة وعجباني وهكون معاها، وان شاء الله لو حصل ولقيت وقت ممكن اعمل عليها مقطع فيديو في الايام القادمة ان شاء الله. بس حبينا نحييكم، يعني نطلع كده لايف من مش لايف، بس نبعت تحية ليكم من الفندق اللي فيه الاجتماع بتاعنا، عشان تعرفوا بكرة يا مهندسين لما تيجوا هنا ازاي لما تنخرطوا في اعمال النقابة. مجرد انا لسه انترينينج زي ما انتوا عارفين، لسه الاكسبيرينس بتاعتي هم مش عايزين يقبلوها، والنهاردة كان فرصة كويسة ليا جدا انا اتكلم مع المسؤولين عنها، والدنيا حلول كثيرة ازاي ايه اللي ممكن اعمله علشان اخلص من الموضوع ده. بس ده اللي حبينا نقوله ليكم. نراكم على خير إن شاء الله في مقاطع تانية، وشكرا دائما للدعم والشير والسبسكرايب والجرس ومش عارف ايه. يلا في أمان الله.